سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تنصر الإسلام وأهله في كل مكان. اللهم انصر الإسلام وأهله في كل مكان، اللهم انصر الإسلام وأهله في كل مكان، إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أو إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لنا، نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علينا غضبك أو أن ينزل بنا سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك، فإليك نشكو ضعفنا. اللهم إنا ننشدك عهدك ووعدك، اللهم أنزل نصرك وتأييدك، أنت عضيدهم وأنت نصيرهم وبك يقاتلون. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم طهره من إخوان القردة والخنازير، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم فرق بينهم وبين من شايعهم، اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين وفي كل مكان، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ولا تجعل لكافر علينا سبيلا، اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء
وشماتة الأعداء وجهد البلاء. ونعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر على بصيرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. ووفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم نعمة الأمن والاستقرار في بلادنا. اللهم من أرادنا وبلادنا والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم عليك بمن أدخل إلى بلادنا وبلاد المسلمين المخدرات والمسكرات. اللهم عليك بمن أدخلها، اللهم عليك بمروجيها وصانعيها وتجارها، اللهم عليك بمهربيها وبائعيها ومن أعان على انتشارها. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.